هذه الصور التي تظهر أمامكم فيها أو التقطها نشطاء ونشروها عبر مواقع التواصل، وهي من سوق مريدي بمدينة الصدر، ويظهر فيها طفل يبيع الأسلحة والعتاد الحي. هناك من فسر الأمر بأن بعض الباعة يتركون الأطفال لبيع السلاح خوفا من الملاحقة، الأمر الذي يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات المهمة، ويطرح كذلك سؤال التقصير ومن الذي يقع عليه واجب تطويق هذه المشكلة فاستمرت بسبب تقصيره المعروف لديكم. عموما هذه الصور تعكس حالة لا تزال قائمة في العراق وإلى يومنا هذا، وما من أي حلول من الحكومة الحالية للأسف.